هلو بفلوق جديد. فلوق اليوم مميز شوي لانه الفوكس ما عم بصير، ما صار. هلا مسافر، فراح لكم وين مسافر، بس تاركه سر، بس راح تعرفوا وين. صراحه لازم احط البوردنج تبع الجهاز، اطلع الوقت. لا بلح، لا بس بلح لانه معي وقت منيح. تمام، بدي اجرب البارك وطلعوا هون. ما في يعني لا بتعطي جوازك ولا شيء، بس بتحط مجرب نحط تليفونك. سكرر فتح الباب، افتح يا سمسم. سوي اوكي، ثانك يو، يا اوكي نيجي. فممنوع نصور، راح نطفي الكاميرا. اوي الله يقضي هالسفر على خير، بس ما نعلق مع حدا. ما في شيء، كانوا بيقولوا لي انه ممنوع تصور جوا. اول مره بنط بقول لي هذا ممنوع. You're not allowed to film here. يرحم جدتك لما كانت تلعب، لما تطلع على الحمار بتقول له ليتس جو ليتس جو. طبعا انا طالع هلا الى اليونان، الى اليونان. عن جد اليونان بحبها. ليش؟ لانه هي البلد اللي عانيت فيه كثير، يعني لي فيها ذكريات، كثير ذكريات حلوه. مستحيل انسى هالذكريات هي، يلي كانت ذكريات جميله رغم انها كانت قاسيه، بس مستحيل انساها لانه عشت فيها ايام صعبه، بس بتقوي لي هالايام هلا. فالى اليونان. صباح الخير. صباح الخير. مين هذا؟ تعالوا نشوف. صباح الخير. وين نحن؟ شو راح يصير؟ شو راح نسوي؟ ما نعرف. تعالوا شوفوا. وين نحن يا عيال؟ هلا نحن مع الفوز. راح نورجيكم الفلوقات الحلوه اللي جاي. نحن بأثينا. هلا نحن بساحه امبوليا. خليكم مستعدين. اربطوا لحسنا. ودعونا ننطلق. محمود ليش انت باليونان؟ سياحة، نحن هون سياحة، واليونان أكثر بلد بحسها عربي، قريبة من العادات وتقاليدنا وهالقصص هي، فكتير بحبها. وهلا رايحين نحن بساحة أمونيا، هي الساحة ورانا، هي اسمها ساحة أمونيا، طالعين لمونستراكي، هنطلع مونستراكي، بورجيكم قريب من هون لمونستراكي قديش حلو. طبعا نحن في قلب 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 العاصمة. العاصمة برلين. لازم لازم لازم. خلونا نكمل. طبعا اليونان من البلاد اللي بنعاد فيها السياحة حلوة ورخيصة. اخيرا وصلنا الى مونستراكي، الساحه الهامده التي دمرتها تدميرا بالباتيناج. هون شو كنت العب باتيناج، شو كنت اعمل حركات، لي ذكريات خاصه هون فوق. كنت اقعد هون كثير، دائما كنت قاعد فوق هون عم اصور فيديوهات وكثير قصص قصه. لهيك هلا سجلنا دخول على مونستراكي مع ابو الفوز. نحن الآن في مونستراكي،
طبعا هاي الساحة هي لا هي يعني فيكم تقولوا انه السيتي سنتر هي قلب 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 المدينة. ساحة المونستراكي بتتجمع فيها الناس كلها وفيها المحطة الرئيسية لأثينا. ورح اجي بالليل اكيد، فلازم تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة تشوفوا شو بصير بالليل هون. هلا كيف حالك؟ لعيونك بتاخذ صوت خير بتطلع فيديو كمان. شو اسمه؟ كاسم. عراسي يا كاسم. وين؟ عراسي يا كاسم. ها هاي تحية لحمص. ترى انا امي فيها. نعم حبيبي الله يخليك. تحية لكاسم. لا والله انت جيت السنة هذيك على اليونان بدك تسندك بس ما لحقت. ما لحقت. خلاص خلي برا. يا جماعة هلا رح اخذكم لقطات رح اورجيكم اسواق ساحة المونستراكي واسواق اليونان هون بالجوبرو بالوايت. فاستمتعوا بالموسيقى وخلونا نشوف المناظر الحلوة بالجوبرو. شي شلل. واعطوني رايكم اكيد فيها. تعالوا نشوفها. انا وانت نفوت فيها. هذه الشنطه معلمه كل واحد بيقول لك خدني حطني بالشنطه وخدني معك على اوروبا. هي هي جيب لي هاي الشنطه لحطها معي واخذها باخذ معي سكه. هاي سلاح النينجا مارت الكوربرت. فود تايم. اصبح وقت الاكل. جوعان فوز. خلص بدنا ناكل. فصلنا نص وخمسة بدنا ناكل. انا وفوزي كنا عصيانين باليونان هون من تقريبا 3 سنين. من 3 سنين تماما. وهذا المطعم جينا اكلنا فيه من 3 سنين. هلا عم نحيي الذكرى. فوزي طلع على المانيا وانا طلعت على السويد. سبحان الله رجعنا اجتمعنا هيك بنفس المكان ونفس المنطقة. راح نصوركم فيديوهات حلوة كثير هلا هون طبعا اي حدا لازم يجي على اليونان يعني اجباري لازم يجرب السلطة اليونانية اجباري. الطعام قادم. اي فرنش فرايز سيبريت انا بيجي. اوكي ثانك يو مان. اوكي كولا فايز ذا. وصل الطعام الشاهي الوجبة الرئيسية. شي طيب يا جماعة. واو هلا واحد بعد الاكل غير شكل بعد الطعام يبقى انسان ثاني. نعنعنع ومنعنع يا منع ومنعنع ترارارا سلالا. هلا رح نطلع على الساحة سانديغما. ليتس جو تو سانديغما. كثير يعني ما شفت الحركات ما بعرف. هلا رايحين على ساحة السانديغما. هي الساحة أمام مبنى البرلمان. راح ورجيكم البرلمان اليوناني. Thank you.
هاي اللي قدامكم هي ساحة السندقمة، والمبنى اللي بالصدر هو البرلمان. هذا هو البرلمان اليوناني. طبعا راح نروح للبرلمان ونشوفه. ليتس جو. هذول اللي قدامي كلهم ضدي، راح اعلى معهم، راح اهجم عليهم. هجوم، تعالوا هون لك واللي بده يتحدى. هاي الحارة من أدى. شوفوا هربوا 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 هربوا. كله هرب كله هرب. وي خافوا مني. ليش؟ لأن أنا بخوف. قلت لكم من زمان إنه أنا بخوف. شفتوا شلون هربوا مني؟ هاي الساحة أكلت من حتة شقف كنت ألعب فيها بصير بتهاجمون. الله على ذكريات الزمن الجميل. هاي هي ساحة السندقمة، شايفين؟ هاي هي ساحة السندقمة. Welcome to السندقمة Square. شارع السندقمة ساحة، مهم ساحة. Welcome to ساحة مساحة. واو أنا ماشي اشتغلت. هذا المبنى البرلمان، هذا الشارع اللي عندي ذكراوية، هذا الشارع اللي قدامكم كنت انام عليه. كنا ننام بالشارع هون، ضلينا نايمين تقريبا اسبوع ونص بالشارع. كنا معتصمين امام البرلمان اليوناني لحتى ينفك الحظر عن اللاجئين السوريين يلي باليونان ويطلعوا اوروبا. هذا الشارع اكل مننا حتت. واللي بيعرف ب 2014 يوم صارت الاعتصامات هون بيعرف شو يعني الشارع هذا. الشارع له ذكريات كثير. فوزي نسي القنبل وراح، ترك القنبل بالشارع، نسيته فورا. اللي من الجو الحلو. ياو قد وصلنا الى البرلمان. هنا البرلمان. تعال ورجيكم الحمامات، ورجيكم هدول اللي بالبرلمان ضلوا يمشوا هيك طم 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 طم. هاي الحمامات، تعالوا شوفوا الحمامات. الساعة 9 الصبح لهلا صارت الساعة 5 هون ونحن بالشارع ماشيين عم نصور وعم ناكل، عم نصور وناكل. ووووو العالم كله عم تطلع علينا نحن عم شايلين كاميرا عم نصور. دول شيء غريب يا زلمة. هلا بدنا نطلع الاوتيل شوي نريح لأنه بدنا نصور بالدرون بالطيارة المسا، فبدنا نلحق قبل ما تروح الضوء. فما بنلحق أو بنلحق، راح نشوف زمان ملحق او ملحق. بس لازم يعني تتابعوا
الفلوك شو راح يصير بالليل، لانه احداث الليل مثيره جدا، مثيره للشفقه. يس اوف كورس نو وري. حمام واو فيري نايس. حمام هيدا الريل حمامه. لا 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 نو 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 نو. واو حبيت. بدنا ناخذ صوره من الشارع. احلى شباب خلاصي هاي فوزي عم صورنا معك. يلا طلع كمان لحظه. لقطه على راسك مخيم. يلا باي مع الشباب. الله يفك اسركم. الله يفك اسر الموجودين بيونان يا اخوان. الله يفك اسركم يا جماعة. ميتين 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 عم نموت. اخ لحظاتنا. تعودوا تعودوا تعودوا. هبنا ومنانا نانا ونونستي ونونانا جينا منانا نانا انا اتو لو بابي ولا نانا. ليتس جو. او ماي جاد او ماي جاد. واتساب. هلو جايز. هلا رجعنا على الاوتيل بس ميتين تعب. ميتين ميتين تعب. تعرف شو يعني ميتين تعب؟ يعني عن جد ميتين تعب. فهلا لهون انتهى الفلوج هذا. رح نغسل ونظبط امورنا ونطلع نصور بالليل هلا يعني بعد ربع ساعه تماما. فلهون وصل لهذا الفلوج للنهايه. انتهى هذا الفلوج. فكل المطلوب منكم انكم تشتركوا بالقناه وتحطوا لايك لحتى تتابعوا تكمله هذا الفلوج اللي راح ننزله بعد هذا الفلوج وهي اليونان ليلا. راح تستمتعوا فيها لانه كثير حلو بالليل. راح تشوفوا شيء من الخيال. لهيك اذا مالك مشترك بالقناه اشترك بالقناه لحتى يوصلك اشعار بالفيديو الثاني. وفعلوا الجرس كلكم وحطوا لايك واعطوني رايكم بهذا الفلوج. طبعا في لقطات بالطياره بدي احط لكم اياها مع هذا الفلوج او ما بعرف اذا بلحق احطها مع هذا الفلوج او الفلوج الثاني. بس لازم اورجيكم شيء من الطياره كثير لانه لازم نصور فيها. فلهيك ديروا بالكم حالكم. لاف يو اول وشكرا لكل شيء حدا اشترك بالقناه وفعل الجرس. وبشوفكم على خير. ديروا بالكم وخلونا لحن نشوف الفلوج الثاني.